حاجة، أنا مش حاسس النهاردة إن أنا جاي يعني في فطار مناسبة، أنا جاي بفطر يعني نفطر مع أهلنا، بتكلم بجد فعلا يعني. أنت أنا شايفة الأجواء نفسها أجواء أسرة بجد، 90% من حقها إن هي تحتفل بنجاحها في رمضان، مش بس إن تكون الإذاعة رقم واحد زي ما كلنا شايفين من المحتوى العظيم اللي كان موجود في رمضان ده، لا هي قدرت ان هي كمان تنافس الفضائيات السنه دي. الموضوع ده الصراحه ابتدى السنه اللي فاتت، كنت وقتها انا في انضميت للاذاعه، كنت من المستمعين للاذاعه، وكان دي حتى من الملاحظات بتاعت السنه اللي فاتت بالنسبه لي، يعني الراديو بينافس الفضائيات. السنه دي اكدت على ده اعمال انتاج ضخم زي مسلسل الساحر عمليه صعدله، او مسلسل النجم محمد هنيدي، او فطوطه الموسم الثاني على الدوالي، وبرامج مميزه لكل الزملاء سواء الاستاذ خير، برنامج جر شكل، برنامج ابراهيم فايق، برنامج مباشر، برنامج غدير حسان، برنامج سالي عبد السلام المهجوم، برنامج نشأت وفاطمه، ناس وناس، كل البرامج. انما بالنسبه لي انا، وحتى قلتها لهم دلوقتي قلتها للسيستر، البرنامج اللي انا بعتبره هيبقى من تراث الاذاعه المصريه بصفه عامه برنامج المجلس، الشيخ خالد الجندي والدكتور رمضان عبد المعز والدكتور سعد الدين الهلالي كانوا حاله قيمه جدا، واعتقد ده هيبقى من التراث بتاع الاذاعه. وبعدين مناسبه الفطار النهارده جاي واحنا بنحتفل ب 30 يونيو، و 90 او دي ميديا قدمت النهارده هديه للشعب المصري اغنيه عاشت مصر بصوت شيرين عبد الوهاب، النجمه الكبيره طبعا شيرين عبد الوهاب، 90 فيوم جميل جدا الحمد لله. كنت عايزه اعرف منك ابرز الحلقات اللي انت قدمتها في الست شهور اللي فاتوا في البرنامج، يعني اهم الحلقات اللي علمت مع الناس كده وتفاعلوا معاك. بصي هو الحمد لله يمكن التفاعل من اول حلقه مردود والجدل ظاهر مع الحلقه، انما افضل حلقه لسه ما اتقدمتش. تمام، بتحضر ايه بعد رمضان؟ راجعين بالبرنامج، هنطور شويه في الـ في الـ في الفورمات، بالذات في الفقره اللي هي الجورنالجي. احنا في الفتره من الست شهور اللي فاتوا تقريبا جبنا 6 حلال كل الصحف في مصر، هتبقى بشكل فني واحصائي شويه لما نرجع ان شاء الله. هقدم للناس على مدار اسبوع برقم احصائي، مثلا كم مقال اتقدموا في مصر عن القضيه الفلانيه، كم مقال مع، كم مقال ضد، توجهات كتاب الراي. يعني الست شهور اللي فاتوا كانوا صحف، الست شهور الجايه بتتابع ان شاء الله. مبتدا.com